السلام عليكم، معكم قناه شريف بالهاشمي، تعليم السياقه وتعليم الميكانيك. اليوم غادي نوري لكم واحد لومبان خفيف في هذا البيجو 208 لايك. المشكل اللي عندنا هو هذه السياره كتاكل مازوط وكيخرج الدخان كحل، وكنكونوا غاديين عادي شويه كتسكت، تنعاودو ثاني نديماريو كديماري تمشي بينا ثاني واحد 20 كيلومتر ولا وكتسكت. مناش لقينا من هاد الديبيمتر لقيناه محيد الفيش ديالو. ها هو لاصق في ادميسيون الفلتر، لاصق في ادميسيون، وهذا الديبيمتر لقينا الفيش ديالو محيد. فاش ركبنا الفيش ديالو خدمات مزيان. كنتمنى ان الفائده تعم الجميع، وديروا لايك وديروا ابوني باش كلشي يستافد، حيت بعض المرات تيكون شي اونبانا تيكون عا شي فيش اللي محيد، ولا ديما الواحد يقلب هاد الفيشات واش راكبين مزيان يتاكد مزيان. كنتمنى الفائده تعم الجميع، والسلام عليكم.